الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلبة الحادي عشر. سنواصل اليوم عمليات النقل داخل وخارج الخليج. توقفنا سابقا عند اللي هو النقل البسيط، اللي هو الانتشار البسيط المسهل، ثم النقل النشط. اليوم سنواصل إن شاء الله مع اللي هو النقل الخلوي الكلي. طبعا عندنا هاي مجموعة من الأهداف: تعرف أو يعرف الطالب النقل الخلوي، تعدد الصور الإدخال الخلوي، تعطي أمثلة على أنواع الإدخال الخلوي، وتعطي أمثلة على الإخراج الخلوي. نيجي نتعرف أولا. عندي لما نيجي نقول نقل خلوي، يعني بدي تنقل لداخل الخلية ولخارج الخلية. احنا قلنا سابقا ممكن مواد تفوت لداخل الخلية عبر الانتشار، زي ما أخذنا الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. قلنا أيضا في أيونات بتدخل عبر اللي هي الخلية من خلال اللي هو قنوات، وأيضا قلنا في عندي مواد أو جزيئات بتدخل عبر البروتينات الناقلة. إذا معناته ليست، يعني سبحان الله كم عدد هائل بيدخل لجسم الإنسان. إذا معناته في عندي وسائل أخرى لأشياء أخرى بدها تفوت لداخل الخلية أو تخرج منها. إذا هان عندنا لما نيجي نقول نقل خلوي أو البلك، لا اللي هو يعني في عندي بدي تكون جزيئات كبيرة ما تستطيع تدخل بالطرق اللي حكينا عنها سابقا. إذا في عندي جزيئات كبيرة، وفي عندنا هذه الجزيئات الكبيرة ممكن تكون يعني صلبة، أو تكون عندي جزيئات صغيرة، جزيئات صغيرة ولكن مالها يعني بتتكتل مع بعض، يعني بتعمل لي جزيئات مع بعض تكتل، وهي بتكون دايبة في مين؟ في اللي هو في سائل. إذا هاي بالنسبة لمين؟ لا اللي هو هاي اللي هي المواد. طبعا هاي المواد عشان تفوت لداخل الخلية تدخل على شكل حويصلات، تدخل على شكل حويصلات. كيف هذه الحويصلات بتكونها؟ إذا عبر اللي هو الغشاء الخلوي. إذا بتكون حويصلة من خلال الغشاء الخلوي، وبتكون هذه المواد داخلة فيها. إذا هاي بالنسبة لمين؟ للنقل الخلوي. بنيجي بنقول هي عبارة عن دخول أو خروج اللي هو جزيئات كبيرة الحجم أو جزيئات صغيرة ولكن متجمعة، أو بتدخل لداخل اللي هي الخلية من خلال حويصلات. خلينا نيجي نشوف اللي هو الطرق اللي بتيجي تفوت لداخل أو تخرج. في عنا هان طبعا لما نيجي احنا نقسم الدخول في المواد اللي بتدخل لداخل الخلية، بتدخل بثلاث طرق: يا إما أكل خلوي أو شرب خلوي أو الإدخال المعتمد على المستقبلات، وفي عندي اللي هي الإخراج الخلوي هنعرفها لاحقا. احنا الآن هنركز على اللي هي عملية الدخول. إذا عندي الآن لما نيجي نقول اللي هو اندوسيتوزز، يعني اندو يعني انترنال، يعني داخل، بده يدخل لداخل الخلية. سيتوزز اللي هو بتعلق بالخلية، يعني لا داخل الخلية أو لا خارج الخلية، يعني شيء بتعلق من ناحية النقل. طبعا هان احنا بخص الجزئية هذه اللي هي النقل لداخل الخلية. عندي الآن الإدخال هان في عملية اللي هي البلعمة أو اللي هو الأكل الخلوي. هذه المنطقة اللي برا اللي انتو شايفينها هاد، هذه اللي هي خارج الخلية، خارج الخلية اللي هي بيكون فيها اللي هو السائل البيني بين الخلايا. هذا طبعا الغشاء الخلوي، هذا الغشاء. هذا الغشاء الخلوي، وهذه المنطقة اللي في الداخل هذه عبارة عن السيتوبلازم، يعني داخل الخلية، سيتو بلازم. ايش اللي بصير الآن؟ خلينا نيجي للأكل الخلوي. هاي الخطوة الأولى، هذا أو النوع الأول. يعني
عندنا هنا يا جماعة بده يكون برا خارج الخلية اللي هو جزيء صلب. جزيء الصلب هذا يعني المقصود فيه ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون جرثومة أو أي حاجة، المهم يكون جزء يعني وكبير الحجم. بالنسبة لمين؟ لباقي الجزيئات اللي بدها تيجي للخلية فبنقول عنه كبير الحجم. كيف بده يجي يفوت لداخل الخلية؟ عندنا الآن هان إذا تذكرين لما أخذنا اللي هو البكتيريا، قصد الأميبا، لما أخذنا الأميبا قلنا الأميبا يا جماعة اللي هو بتروح تكون لنا أقدام كاذبة. يعني مثلا هاي عندي أميبا، الأميبا كل حين القدم الكاذب تبعها بشكل، يعني في لحظة ما بلاقيها بهذه الصورة. إذا عندي هان الأقدام الكاذبة، هذا بنقول عنه قدم كاذب. القدم الكاذب هذا بتستخدمه اللي هي الأميبا لمين؟ تستخدمه لا اللي هو للحركة وإنها تدخل الأكل. يعني المواد بتكون دايبة هان أو الجزيئات الموجود في الماء بيجي تفوت للداخل عندها. إذا عندي هان اللي هو بنقول قدم كاذب، يعني ها ارتفاع بانبعاج بارتفاع هيك بهذه الصورة. إذا هذه المنطقة تشكل عندي قدم كاذب. بيجي الآن الجزيء الصلب اللي بنحكي عنه بده يجي يفوت في هذا المكان، مثلا عندي كان بهذه الصورة هي بده يجي يفوت لها. إذا هذا بنقول عنها إيش لك؟ طبعا الآن هذا الغشاء اللي عمل عندي بهذه الصورة، إحنا الآن طبعا بنحكي عن الخلية الأكولة، إحنا قربنا الصورة عشان الأميبا عشان نورجيكم اللي هو القدم الكاذب. الآن لما نيجي لغشاء الخلية الأكولة، يعني الآن هات خلية أكولة، طبعا هي من الخلايا البيضاء الدفاعية في الجسم. شو بدها تيجي الآن الغشاء هذا إيش بده يصير فيه؟ تروح تعمل شكل القدم الكاذب، شكل القدم الكاذب هي، وبده يجي مثلا هذا الآن الجزيء الصلب. هذا الجزيء الصلب مثلا بكتيريا فيروس جرثومة أي حاجة. إذا هذا الجسم الصلب دخلت الآن في هذا الانغماس، إذا صار عندي اللي هو بشكل قدم كاذب، وبيبدأ هذا اللي هو الانغماس يزداد عمقا، بيزيد بيزيد بيزيد، والمسافة هذه اللي هان للغشاء بتقرب مع بعض، لعند ما يقتربوا من بعض فبينفصل هذا عن اللي هو الغشاء، فبيطلع عندي هان جوا في السيتوبلازم بيدخل في شكل حوصلة. إذا هذه الآن اللي تكونت عبارة عن حويصلة، فيزيكل، قول عنها فيزيكل أو حويصلة، وجواتها مين؟ وجواتها اللي هو الجسم اللي دخل سواء بكتيريا أو فيروس وما إلى ذلك. شو بصير في هذه الحويصلة؟ ممكن تروح تندمج مع اللي هو الاندوسومز اللي جوا، او بعدين بتيجي اللي هي الليسوسومات وبتحللها، يعني بتفتفتها ماشي. وبهيك هذا الفتات بعد هيك يبدأ بيخرج من داخل الخلية في عملية الإخراج الخلوي اللي حنحكي عنها لاحقا. إذا هاي بالنسبة لمين؟ لعملية البلعمة أو الأكل الخلوي. طيب نيجي يا جماعة اللي هو الشرب الخلوي. هاي عند الغشاء البلازمي، هاي عند الغشاء شو بدي يجي يصير؟ تيجي الآن مثلا عندي هان برا بالسائل خارج الخلية، سائل هذا دائبة فيه أنواع عديدة، عندي دهون وعندي أحماض أمينية وعندي سكريات وعندنا ايونز لاي املاح معدنيه عناصر، يعني كل اللي بتتخيله شو بده يكون موجود عندي، وايونات وسكريات وفيتامينات، وفيتامينات كمان ايضا. اذا كله بده يكون هان بده يكون دايب برا. كيف بدها تيجي الان تفوت لداخل الخليه؟ الآن يا جماعة إحنا بنقول اللي الطرق اللي حكينا عنها سابقا كل واحد إلى طريقة بيفوت فيها.
بس في عندي عناصر، في عندي دهون، في عندي فيتامينات، سكريات ما بتدخل بالطرق اللي حكينا عنها، فبالتالي الله سبحانه وتعالى أوجد لها طريقا أخرى للدخول. كيف هذه بتيجي؟ طبعا هذه بتكون جزيئات بتكون دايبة، دايبة بالسائل هاد. فلما تيجي الآن الغشاء الخلوي للخلية شو بيروح يعمل؟ بيعمل انغماد للداخل بهذه الصورة زي الجراب يعني، انبوب للداخل، بيمد للداخل. إذا انغماد، هذا انغماد، وبيدخل فيه السائل. السائل هذا لما يفوت لفيه بتكون هذه المواد كلها اللي حكينا عنها دايبة وبتدخل معاه، بمعنى إنه ما عندي تخصص، يعني كل الشغلات اللي بتكون هان دايبة بتدخل فيه، يعني كوكتيل. يعني هان اللي بده يدخل في الإدخال الخلوي اللي هو الشرب الخلوي بكون شامل مواد عديدة جدا داخلة فيه. بضل عندي هذا الآن اللي هو الانغماد، بيطل شوي شوي شوي، والمسافة اللي فوق بتنقص بتنقص لعند ما ينفصل، لعند ما ينفصل، وبيطلع عندي في شكل حوصلة أو حويصلة، وجواتها الشغلات اللي حكينا عنها الآن، هذه الدايبة فيها. طيب هذه الآن الشغلات الدايبة فيها طبعا بدها تيجي بتحلل هذا الجدار برضو عن طريق اللي هو الأنزيمات، بتحلل هذا. لكن المواد اللي جوا اللي الآن اللي طلعت للسيتوبلازم، سكريات، دهون، فيتامينات، بتروح للسيتوبلازم، فبتبدأ تستخدمها الخلية في احتياجاتها، سواء بدها تبني شغلات، تبني بروتينات، تبني دهون بالجسم، تبني جلايكوجين، تبني أي حاجة، أي حاجة بالجسم بدها تبنيها، هرمونات، أنزيمات، أي شيء. فبالتالي بتستخدم هذه الشغلات في اللي هو في البناء لها. إذا بهاي الطريقة بنقول عملية اللي هي الشرب الخلوي. طيب كيف عندي بتتمثل اللي هي الشرب الخلوي؟ وين بيبرز عندي في جسم الإنسان؟ عندنا يا جماعة زي اللي هو تجويف الأمعاء، تجويف الأمعاء الرفيعة. يعني الآن عندي هاي تجويف الأمعاء، هذا التجويف مش الآن إحنا لما نيجي ناكل أكل متعدد وأصناف متعددة، ما شاء الله الهضم حيكون مئات العناصر موجودة، لما نيجي يفوت اللي هو لداخل اللي هي الجدار، لداخل اللي هو من التجويف للجدار الخلوي، وبعدين كيف بده يجي يفوت للدم طريق الوريد البابي. اذا عندي هان الشغل، هان هذه المواد بدها تيجي تفوت لداخل الخلايا، هذا له الجدار تبع الامعاء عن طريق الشرب الخلوي، طريق الشرب الخلوي. اذا فاكرين لما اخذنا الكلية، الأنبوب الكلوي، لما قلنا بيتم امتصاص الماء والأشياء اللي بدنا إياها بالجسم وبيرجعها للجسم، والثاني بيتم إخراجها وبتخرج مع البول، إذا مين اللي بيقوم بهذه العملية؟ ياخد مين اللي هي المغذيات هاي اللي بنحكي عنها ويطرد الفضلات أو الشغلات اللي بدناش؟ أيضا عن طريق الشرب الخلوي. إذا هاي بالنسبة لمين؟ للشرب الخلوي. لو نيجي يا جماعة اللي هو طبعا هاي خلينا اللي هو نشوف اللي هي الصورة. إذا عندي هاي اللي هو الشرب الخلوي، هاي عندي هان جزيئات كثيرة، هذه هتكون موجودة أشياء متعددة وكلها هتفوت. يعني هذه الصفرة هذه اللي أنتم شايفينها، هذا الثاني بتكون موجودة هنا. في عندي شغلات ثانية كمان بدها تكون دايبة، مئات بالأشياء برضو بدها تكون موجودة هنا. ماشي، يعني مش شغلة واحدة بس بالشرب الخلوي، أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. طيب نيجي الآن للنوع الثالث من الإدخال الخلوي، وهو اللي هو الإدخال عن طريق المستقبلات. شو يعني؟ هان في البلعمة يمكن موجود عندي مستقبلات، بس مش بنقدر نقول تخصص التخصص، بنقدر نقول بشكل عام يعني لأشياء كثيرة متعددة. لكن لو نيجي نقول المستقبلات هذه الموجودة على الغشاء الخلوي، الغشاء الخلوي يا جماعة بيكون موجود عليه مستقبلات عادة، طيب وإلها أنواع مختلفة يعني متعددة. هذه الآن المستقبلات بيكون عندي على الجهة الداخلية للغشاء البلازمي بيكون في بروتينات تانية، طبعا بيختلف من خلية لخلية ونوع العملية، هاي البروتين مش ثابت، هذا البروتين متغير حسب نوع اللي هو المستقبل. طيب عندنا هنا ايش اللي بيصير؟
تيجي مثلا طبعا ذكر ان الكتاب مثال اللي هو الكوليسترول، كيف يعني؟ عندنا الان احنا بنقول في الانسان الطبيعي موجود مستقبلات، هذه المستقبلات اللي شايفينها اللي على شكل حرف واي، هذا مستقبل. الان في الانسان الطبيعي، في الانسان الطبيعي بيوجد مستقبل، بيوجد مستقبل لا اللي هو للكوليسترول. اي كوليسترول؟ اللي هو الكوليسترول اللي هو ال LDL، اللي هو الكوليسترول اللي بنقول عنه الكوليسترول الضار، الكوليسترول الضار اللي هو low density lipoprotein، low density lipoprotein. هذا الكوليسترول، هذا الكوليسترول اللي هو النوع الضار. الآن يا جماعة الكوليسترول بيكون موجود في الدم، بيتحرك مع الدم، بيمشي. طيب إيش بدي يصير الآن؟ يعني عندي الآن إحنا خلية، الجدار تبع اللي هي الخلية الغشاء، هاي عليها مستقبلات. بيجي الكوليسترول مثلا، خلينا نرمز الدائرة هذا للكوليسترول، ولا بتجيش الدائرة؟ شايفين على لازم يكون نفس الشكل، يعني إذا على شكل مثلث. يلا ها هيك هيك، يلا ماشي. وهذا خلينا نمشيها هذا. إذا هان بده يجي الكوليسترول، بيقعد في مكانه في المستقبل تبعه، وبيجي طبعا تدخل هاي برضه نفس اللي حكينا عنها، كلهم يا جماعة بيعمل الانبعاج. فبيجي هذا هيك، ها تيجي خلينا ناخذها من هان عشان ما بتروح من عندي من هان، هي زي هيك تيجي بفوت لهيك. أنا الآن عندي هان لما بدي يجي لهذه المنطقة، طبعا هي بصير فيها الانبعاج هيك، يعني الريسبتور هاي بدها تكون لجوا هيك، يعني هيا هيك هيها، والكوليسترول موجود فيها، موجود فيها. طبعا هون احنا قلنا في بروتينات يا جماعة، خلينا ناخذها بلون آخر. هون طبعا قلنا في بروتينات على السطح من جوا بتختص في المنطقة اللي بكون فيها المستقبلات، هذا طبعا تيجي لوين؟ على اللي هو على خارج اللي هي الفويصل، هذه اللي بدها تتكون. ايش بصير في النهايه؟ بتبدا يزيد يزيد العمق هذا للاندماج، وبعدين بقرب هذا الجزء وبتنفصل، فبيطلع عندي مين؟ بتطلع عندي حويصله. الحويصله هذا بتطلع عندي بهذه الصوره، وبتكون موجود فيها اللي هو الريسبتور جواتها، وموجود فيها اللي هو الكوليسترول تبعها. يعني هي عندي مستقبل، هي عندي مستقبل، وهذا المستقبل مثلا، والمادة الكوليسترول مربوط فيها في كل واحدة بتبعتها، وهان عندي اللي هي شو اسمه البروتينات حواليها. طبعا البروتينات هذا اللي بلونها قاعد بالأزرق يا جماعة، هذه بتحفظ للحويصلة شكلها. طيب عندنا الآن هان يا جماعة ايش اللي بصير؟ إذا الآن عندي الكوليسترول اللي كان برا وبده يمشي مع الدم نسبته عالية، الآن عن طريق الريسبتورز أو مستقبلاته هان داخل لجوا الخلية، فالخلية الآن لما يفوت لإلها لجوا طبعا بيجي شغل الليسوسومز، بتكسر هذا وبتعمل تحليل لمين؟ لا اللي هو للكوليسترول الضار. طيب إذا الآن الريسبتورز هذه غايبة، يعني مثلا في ناس هذه المستقبلات يا جماعة ما بتكون عندهم، ممكن يكون مرض وراثي، أو إنها هاي المستقبلات لا تعمل بكفاءة كافية، فبالتالي يبقى تركيز الكوليسترول، بضل تركيز الكوليسترول في الخارج عالي، علشان هيك بيمثل مشكلة صحية لمين؟ للناس اللي بيعانوا من هاي المشكلة. فهذه المستقبلات لها دور حيوي، لا اللي هو كيف تخلص اللي هو الجسم من الشيء الضار. هاي بالنسبة لمين؟ كمثال اللي عندنا بالكتاب. طب هل يقتصر فقط على هاي؟ طبعا لا. احنا الآن يا جماعة بنقول في الأكل الخلوي
اجت اللي هي البكتيريا ودخلت وخلصت لنا عليها. طب احنا احيانا بنصاب بالامراض، سواء احنا بنقول الان هان الفيروس بفوت هان والبكتيريا اخذه، وبعدين اللايسوزوم بتحلله وبتفتفته. طيب كيف بيصير عند الانسان مرض سواء فيروس او بكتيريا او تناول السموم؟ من هان بيجي من الادخال المعتمد على المستقبلات. هذه المستقبلات يا جماعة ما بنق يعني ما بتكون متخصصة كومبليتلي لشغلة واحدة، يعني بمعنى انه الفيروسات احيانا بتكون مغطية، في نوع من الفيروسات بتكون مغطية لها غطاء، والغطاء الخارجي هذا تبعها في مواد او بروتينات شكلها بيتماثل مع شكل المستقبل، فبترتبط مع المستقبل، او البكتيريا ايضا او السموم، يعني بيكون عليها مواد بتتشابه في شكل المستقبل، فبتروح ترتبط معاها. لما تيجي ترتبط معاها بتدخل لجوا، لما تدخل لجوا فبالتالي معناته الفيروس دخل. بعد هيك بتيجي الليسوسوم بتحلل الجدار تبع الحويصلة وبطلع الفيروس على السيتوبلازم وبروح لمين؟ لنواة اللي هي الخلية، وبيبدأ يشتغل، بخلي الخلية تشتغل لحسابه. نفس الشغلة اللي هو السموم مثلا اللي هي تبعت الكوليرا، يعني لما يصاب اللي هو الإنسان بالكوليرا تدخل عبر المستقبلات وبتبدأ تظهر الأعراض عند الشخص، أو بالبكتيريا والدفتيريا. فبالتالي هذه كلها كيف دخلت؟ تدخل عن طريق اللي هي المستقبلات. يعني المستقبلات هذه يا جماعة إلها جانب إيجابي وإلها جانب سلبي. جانب إيجابي لما تخلصني من الأشياء الضارة، وجانب سلبي لما يدخل فيها اللي هو كائن يضر جسم الإنسان، سواء اللي هو طبعا نيجي نقول سواء بكتيريا أو فيروس أو سموم. هاي بالنسبة لمين؟ للإدخال. إذا الإدخال الخلوي بنقدر نقول عندي 3 طرق: أكل خلوي، شرب خلوي، إدخال معتمد على المستقبلات. الأكل الخلوي بنقول اللي هو بيتعامل مع الأجزاء الصلبة أو كبيرة الحجم، وبيدخل عن طريق الأقدام الكاذبة بواسطة اللي شو اسمه الخلايا الأكولة، اللي هي نوع من الخلايا الدفاعية، الخلايا البيضاء بجسم الإنسان. الشرب الخلوي طبعا عبارة عن مواد دائبة ومتعددة أنواع مختلفة، هاي بتكون دائبة، طبعا بتكون دقيقة جدا، بتتجمع على شكل بلك يعني هيك تجمع كبير، وبتدخل في داخل اللي هو طبعا بيتكون انغماد عبر الغشاء الخلوي، وبتدخل على شكل حوصلة. عندنا أيضا الاعتماد المعتمد على المستقبل نفس الإشي، كله بيدخل عن طريق حويصلة يا جماعة زي ما أنتم شايفين، لكن هان عن طريق مين؟ المستقبلات. المستقبلات هذه دور إلها دور إيجابي لما تخلصنا من الأشياء الضارة اللي بتكون بالجسم عشان تفتفتها الخلية للداخل. أيضا بكون إلها دور سلبي إذا دخلت عنا من خلالها اللي هو ميكروبز لا داخل الجسم وتسبب لنا أمراض. هان بنقدر نقول الشرب الخلوي بيدخل كوكتيل، يعني ما بيختصش بنقل حاجة. هان بنقدر نقول الأكولة في عندها تخصص بس مش تخصص عالي. الاعتماد على المستقبلات بنقدر نقول التخصص فيها أكثر منها. طيب هاي بالنسبة لمين؟ لا اللي هي الإدخال الخلوي. نيجي الآن للإخراج الخلوي. الإخراج الخلوي يعني اللي هو بدها تخرج شغلات، مواد، مركبات، إفرازات، بروتينات، هرمونات، أنزيمات من داخل الخلية. يعني نيجي كمثال للبروتينات. إحنا الآن بعد ما تتكون البروتينات بتروح على الشبكة الإندوبلازمية، وبعدين بتيجي على جولجة عشان تتم لها معالجة وتصير تمام التمام في الشغل. تيجي طبعا بتطلع من جيولوجي في صورة حويصلات، يعني البروتينات يا جماعة بتطلع من جيولوجي في شكل حويصلات. ماشي، هذه الحويصلات بيكون فيها جوا اللي هي البروتينات أو الأنزيمات أو الهرمونات، يعني بيكون في الداخل. إيش بتيجي الحويصلة هذا؟ تيجي الحويصلة بتقترب من الغشاء البلازمي للخلية. لما تيجي تقترب منه، تيجي تقترب منه بتصير التحام بين غشاء الحوصلة والغشاء البلازمي، يعني بتصير كأنه جزء منها زي هيك التحم الآن. طيب وهي البروتينات هان أو الأنزيمات أو الهرمونات موجودة أصلاً كانت في الحوصلة،
إذا الحوصلة بتقترب من الغشاء البلازمي وبصير التحام بين غشاء الحوصلة والغشاء البلازمي، طالما التحم معناته انفتحت الحوصلة فصارت مفتوحة، فبالتالي الموجود فيها جوا بيطلع لبرا على فرض إنها أنزيمات أو هرمونات، فبالتالي إفرازها إذا خرج من داخل الخلية. فهذا بنقول عنه إيش؟ إخراج خلوي. ممكن تطلع عندي أنزيمات، تطلع عندي هرمونات أو فضلات. إذا فاكرين تو حكينا لما البكتيريا تفتفت جوا اللي هو القصد الخلايا الأكولم، لما تفتفت البكتيريا اللي تفوت فيها بضل فضلات، فكيف بدها تيجي تدخل تخرج من الخلية؟ أيضا بتعمل فيزلز، بتعمل شو اسمه فيزيكلز اللي هي الحويصلات، وبتيجي الحويصلات بتلتئم في غشاء الخلية زي هيك وبتطلع لبرا. فبالتالي هذا بنقول عنه عملية إخراج الخلوي. طيب هل هذه الطرق الإخراج الخلوي والنقل اللي هي الإدخال الخلوي هل تحتاج إلى طاقة أم لا تحتاج؟ يعني الآن عندي هذه العمليات الثلاثة اللي حكينا عنها، الشرب والأكل الخلوي والاعتماد والدخول عن طريق المستقبلات والإخراج الخلوي، هل تحتاج لطاقة عشان تؤدي أم لا؟ طب إحنا لو نيجي نبص هان، إحنا الآن لما دخلت البكتيريا هان، هل في كان أساساً عندي أنا تركيز بكتيريا جوه في الخلية؟ ما كان عندي. طيب أيضاً المواد الدايبة هذه الموجودة هان وعندي بكثرة كانت برا الخلية وبدها تيجي تفوت للخلية، هل عندي كان تركيزها نفسه؟ لا طبعاً. وهذا نفس الشغلة، ما كانش أساساً أنا عندي في الخلية جوا لا فيروس ولا بكتيريا ولا كوليسترول ولا. إذا معناته هل ممكن يكون التركيز عندي برا قليل جدا اساسا بدي يجي يفوت لجوا؟ إذا معناته هان ما بيعتمد عندي هان على التركيز، إذا معناته بدها اي تي بي عشان تفوت، وفي نفس الوقت عندي هان يعني الدبرز او الفضلات اللي بتضل هان لما تتحلل مثلا من هذا وتيجي تطلع من الخليه هذا بتكون كميتها اساسا قليله، فبالتالي عشان تطلع بدها اي تي بي، لان انا ما عنديش كميه كبيره فضلات هان عندي قليله، طب كيف بدي اطلعها؟ الاخراج الخلوي. طب الاخراج الخلوي عشان يتم عندي العمليه هذه اذا بلزمني مين؟ بلزمني اي تي بي. اذا معناته الادخال الخلوي واللي هي العمليات الثلاث اللي بنحكي عنها والاخراج الخلوي تحتاج الى طاقه، يعني الى اي تي بي. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.